حكي على تبادل الغيث الفلسطيني أو من يكون الغيث الفلسطيني الجاي ما بيجيش من قدس، بيجي من رام الله. المحادثات على هذه السؤال موجودة في رام الله ولازم نذكرها، في رام الله، في المقاطعة وفي كل الدفة، في دجة كبيرة على موضوع هاي ومش من قدس. نعم سيد شكيب بأقل من دقيقة. نعم. ما فيش ضجة على الإطلاق، هناك نقاش فلسطيني طبيعي وموضوعي باتجاه في هذه المسألة، ولكن الحمد لله رب العالمين أن مصير القائد الفلسطيني ليس بيد الاحتلال، بيد رب العالمين. مزبوط. رئيس الوزراء الإسرائيلي محكوم بال 404 ومن غرف التحقيق، وهو اللي سيطرح فيه. نعم.